مستشفى حميات المنزلة ما فيش دكتور راضي يقبل مريض. واحدة عندها المريضة اهي، المريضة بره، جوبي واحدة مريضة جوبي، واحدة عندها سخنية. بقولك ايه، على المركز مستشفى حمايه المنزله مش راضيين يدخلوا مريضه يا جماعه. مستشفى حمايه المنزله واحده عندها سخونه بتموت، نبعتها الاستقبال يقولوا الحميات، الحميات ما فيهاش دكتور وبيطردونا. اهو مستشفى حمايه المنزله يا جماعه، دي حمايات المنزله يا جماعه. مريضه مرميه بره يقول لك عايزين جواب عشان ندخلها، مشتبهه في كورونا ويقول لك عايزين جواب عشان ندخلها. فهمت الكلام ده؟ لا عيب بقى، اعمل القلق اللي انت بتعمله هنا. لا يا قلق انت هتزعق، انا هزعق. استنى 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 استنى، قلق ايه؟ قلق ايه؟ قلق ايه؟ دلوقتي فاهمين الوقت ده اسم يتبع تبع مستشفى المنزله. الدكتور النرشي في مستشفى المنزله في الاستقبال، يعني البلد كلها ماشيه بدكتور واحد. رحنا المستشفى العام، رحنا المستشفى العام، حجزوها حجزوها اربع ساعات ومشوها في اوضه العزل. اوضه العزل مليانه كمامات جايفه وحاجات جايفه. انا كده بامانه الله، بامانه الله، بلد كلها ماشيه بدكتور واحد، بلد كلها ماشيه بدكتور واحد. مستشفى حمايات ما فيهاش دكتور، مستشفى حمايات المنزله يا جماعه فاضيه ما فيهاش اي حد، ما فيهاش